موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بعدن، والتقى بقادة قوات الواجب السعودية والسودانية. وعبر المقدشي عن التقدير العالي لجهود الأشقاء في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ودعمهم لليمن وقيادته وقواته المسلحة وتضحياتهم الغالية في معركة المصير المشترك. قال رئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز إن القوات اليمنية المسلحة جاهزة لخوض ما أسماها المعركة الفاصلة لتحقيق النصر في حال عدم التزام الميليشيات الحوثية بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة. وأكد بن عزيز خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب أن الجميع مع القوات المسلحة في معركتها المقدسة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جرونبرغ في بيان للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في البلاد. كما دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف لحماية حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة ومستقلة وممكنة للعاملين في مجال الإعلام. قطع محتجون في مدينة المكلا الطريق الرئيسي في منطقة باج عمان وسط المدينة احتجاجا على انقطاع المياه عن بيوتهم، وأغلق المحتجون الطريق أمام المركبات مطالبين الجهات المختصة بسرعة توصيل وتوفير المياه إلى منازلهم. ويعاني أبناء منطقة مرتفعات باج عمان بالمكلا أزمة في المياه منذ شهر رمضان المبارك، ولم تعمل الجهات المعنية أي حلول لتلك المشكلة حسب قول الأهالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.